بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية بتوقيع أحد المستمعين أو المستمعات سين عين ألف. سأل جمعا من الأسئلة عرضناها في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة جمع آخر، فيسأل مثلا: ما حكم السرق في إزالة المرأة شعر وجهها ويديها، وهل إذا تركت تعتبر متشبهة بالرجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في إزالة شعر المرأة وشعرها تفصيل: أولا، شعر الحاجبين هذا حرام ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، لأن هذا هو النمط الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. وأما إزالة شعر البدن من الذراعين أو الساقين أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد منع من ذلك، ولأن في إزالته تجملا للمرأة. أما إزالة الشعر من الوجه غير الحاجبين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا كان مشوها وخارجا عن المألوف فلا بأس بإزالته، أما إذا كان مألوفا فالأولى تركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حكم أخذ المرأة لل عقاقير من أجل منع الحمل لكونها كبيرة أو مريضة. الحمل مطلوب، مطلوب وجوده ومطلوب السعي لحصوله، لأن فيه تكفيرا للأمة وفيه تحصيل، ولأن فيه تحصيلا للذرية التي يكون فيها نفع للإنسان في حياته وبعد موته، فمهما أمكن طلب الحمل وطلب الذرية فهو أمر مطلوب ومرغب فيه من قبل الشارع. أما إذا اقتضى الأمر تعاطي ما يمنع الحمل لأسباب صحية ثابتة، يكون المرأة مثلا يحصل لها خطر أو تتعرض لخطر في حياتها إذا حملت، فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان يترتب على الحمل خطر على حياة المرأة وقرر ذلك هيئة طبية أو جماعة من الأطباء الموثوقين، فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل في هذه الحالة من أجل الضرورة. أما منع الحمل من أجل الرفاهية فقط أو من أجل كراهية الأولاد فهذا أمر لا يجوز ولا يقره الشرع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية بعد رسالة باعثها مستمع غمز إلى اسمه بالحروف عين حاء نون. أخونا يقول: إذا كان الإنسان يتوب من المعاصي ثم يعود إليها مرة أخرى بعد أن استمرت توبته لفترة وجيزة، ما هو العمل وكيف له أن يتمسك بتوبته تلك؟ جزاكم الله خيرا. أولا، على المسلم إذا وقع منه معصية أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصحيحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوح هي التوبة الخالصة الصحيحة، وهي المشتملة على شروط ثلاثة: أولا، الإقلاع عن الذنب أي ترك الذنب نهائيا، وثانيا، العزم أن لا يعود إليه، وثالثا، الندم على ما حصل منه من المعصية. هذه الشروط لا بد منها، ولا تكون التوبة صحيحة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط. أما إذا اختل شرط منها فهي توبة غير صحيحة. إذا تاب بلسانه فقط دون أن يترك الذنوب هذا ليس بتائب من الله عز وجل. كذلك إذا تاب وترك الذنوب تركا مؤقتا وهو ينوي العودة إليها فهذا أيضا هذا العمل ليس بتوبة، وإنما هو ترك للذنوب مؤقت فقط ولا يغني عن صاحبه شيئا. وكذلك إذا لم يندم على المعاصي السابقة بل كان
الشر بها أو لا يندم عليها، هذا دليل على عدم صدق توبته، لأن الذي يتوب من الذنوب معناه أنه يكرهها ويقيمها، إذا كان لا يندم عليها فهو غير مبغض لها، وبالتالي لا تكون توبته صحيحة. يضاف إلى هذا شرط رابع، وهو ما إذا كانت المعصية مظلمة بينه وبين الناس، يعني تعدى على أحد في عرضه أو ماله أو بدنه، فيشترط أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يطلب المسامحة منهم، لأن هذا حق مخلوق لا يسقط عنه إلا برده إليه أو عفو صاحبه عنه. هذه هي الشروط التي لا بد منها في التوبة. فإذا تاب الإنسان توبة صحيحة مستوفية لشروطها وقدر أنه وقع في الذنب مرة أخرى، فعليه أن يكرر التوبة بشروطها السابقة ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، أو يقول أنا تبت ثم رجعت ثم يقنط من رحمة الله ويترك التوبة. لا، يجب عليه أن يتوب ولو تكررت منه الذنوب والمعاصي، لأن كل ما عصى الله فإنه يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب وإن كثرت الذنوب والمعاصي. قل الله سبحانه وتعالى: ويا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالحاصل أنه يجدد لكل ذنب توبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الامتناع من الذنوب والمعاصي. لكن لو قدر أنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه ووقع في المعصية مرة أخرى، فعليه أن يكرر التوبة ويكرر العلاج، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام المستمع ف يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أرجو بيان حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. حقوق الزوجين بعضهما على بعض كثيرة، يجمعها العشرة بالمعروف. قول الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. ويقول سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فمن العشرة بالمعروف الإنفاق على الزوجة والسكنة لها والمبيت عندها، وكذلك توفير ما تحتاج إليه، هذا من المعاشرة بالمعروف. وكذلك هي من معاشرتها لزوجها بالمعروف ألا تمنع نفسها منه إذا طلبها في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه، إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم ركوب المرأة مع الساق لوحدها ليقوم بإيصالها إلى المدرسة أو مكان العمل أو السوق؟ لا يجوز ركوب المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمها في سيارة، لأن هذا من الخلوة المحرمة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له، وأخبر أن هذا سبب لحضور الشيطان ووقوع الفتنة. خلوة الرجل بها سواء كان في منزل أو في مكان أو في سيارة، كل ذلك يدخل في الخلوة المحرمة. ولو كان يذهب بها إلى بيت قريب أو مكان قريب أو إلى مدرسة، لأن هذا من الخلوة المحرمة. لا. كثير من النساء يعتقدن أن تقصير الثوب فوق الكعبين يشمل النساء والرجال، أرجو توضيح ذلك. لا، تقصير الثوب إلى الكعبين وما فوقهما خاص بالرجال، أما المرأة مطلوب منها أن تستر قدميها وأن تستر، بل مطلوب منها أن ترخي ثوبها خلفها مقدارا يستر عقبيها، يعني مقدارا يستر عقبيها عن النظر. المرأة هي تختلف عن الرجل، مطلوب منها أن تنزل الثياب عن الكعبين من أجل ستر القدمين والعقبين، ولكن مع الأسف صار الأمر بالعكس الآن، صار الرجال هم الذين يطيلون ثيابهم ويسدلون ثيابهم طاعة للشيطان ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت النساء تحصر ثيابها وتبرز ساقيها وذراعيها ونحرها وما أشبه ذلك، كل هذا من الشيطان يريد أن يوقع الفتنة في بني آدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: كثير من النساء ليس لديهن علم شرعي بالأمور التي تخص المرأة، أرجو النصيحة وبيان حكم ذلك، كما أرجو ذكر بعض الكتب التي تفيد النساء في معرفة أمور دينهن. لا شك أن المرأة مطلوب منها أن تتعلم ما يجب عليها
من أمور دينها وما يجب عليها أن تحفظ نفسها منه، واجب عليها ذلك، ولا يمكنها إلا بالتعلم، والتعلم ميسور ولله الحمد. وكذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليها. الحديثة من النساء أسأل أهل العلم وتقرأ إذا كانت تحسن القراءة أو تتعلم، وتصل من خلال ذلك إلى خير كثير بإذن الله. إنما المرأة التي لا تبالي ولا تسأل ولا تقرأ هي التي تقع في المحاذير. وما أعظم الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة المسلمة أن تقرأ كتاب الله لتدبر، وخصوصا ما يتعلق بالمسلمات ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، في سورة النور، في سورة الأحزاب، في سورة النساء، وغيرها من سور القرآن فيها من أحكام النساء خير الحديث. كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة المبوبة في كتب أهل العلم أيضا ما يرشد المرأة. وكذلك استماعها إلى البرامج الدينية في الإذاعة نور على الدرب، مثل البرامج التي فيها إرشاد للرجال وللنساء، عليها أن تستمع. وكذلك من الكتب مثلا رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، كذلك رسالة في الحجاب واللباس في الصلاة للشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه كتب مفيدة للمرأة في قراءتها. ولنا أيضا رسالة في هذا الموضوع سميتها أحكام تختص بالمؤمنات، وهي مطبوعة ومتداولة. فعليها أن تقتني من هذه الرسائل ومن هذه الكتب مع العناية بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستماع إلى البرامج المفيدة، ولذلك خير كثير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع يقول كمال الدين عين ألف، يقول إنني قدمت إلى المملكة قبل سنوات وكنت أعمل في الزراعة، وقد اضطررت للإفطار في رمضان 17 يوما نظرا للإرهاق في العمل ولحرارة الجو، ولم أقضها حتى الآن، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أولا العمل ليس عذرا في ترك الصيام، بل الواجب على المسلم أن يصوم ولو كان يعمل، إلا إذا صام وحصل عليه مشقة عظيمة وخشية من الموت فإنه يفطر ويدفع ما وقع فيه من خطر الموت ثم يمسك. أما ما حصل من الشائب من أنه أفطر عدة أيام بسبب العمل كما يقول والحرارة حرارة الجو، فلا شك أنه أخطأ في ذلك، وكان واجب عليها أن يسأل قبل أن يفطر، يسأل أهل العلم يرشدوا إلى طريق الصواب. أما وقد حصل الأمر وأفطر أيام من رمضان، إنه يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها والمبادرة بذلك لتفريغ ذمته من هذا الواجب العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام. وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان مر عليه رمضان آخر هو لم يصم هذه الأيام، فإنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إنني صمت يوم عرفة وحالي كما ذكرت لكم آنفا، أي لم أقضي ما علي من دين في رمضان، فهل يقبل مني؟ لا شك أن صوم يوم عرفة أمر مستحب من غير الحاج، فيه أجر عظيم ويصومه الإنسان ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. لكن لو بدأ بالصيام القضاء وفرغ ذمته منه كان هذا هو الأولى. أما وقد صام يوم عرفة صيامه صحيح إن شاء الله ويرجى له الأجر، ولكن عليه أن يبادر بالقضاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بلجرة المجتمع عبد الله الغامدي يقول في أحد أسئلته، إحدى زوجاتي لها ابن مريض بالشلل وعمره 4 سنوات ويعطى العلاج الخاص باستمرار. قامت والدته صباح ذات يوم فوجدته قد توفي، وقد اعتادت بعد أن ترضعه قبل النوم أن تضعه على بطنه، فهي الآن متشككة وتقول ربما يكون ذلك سببا في وفاته، فبماذا توجهونها الآن جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت كما ورد في السؤال أنها وضعته على بطنه وتركته ومات بسبب ذلك، فإنه يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد إنها تصوم شهرين متتابعين، لأنها متسببة في وفاته حيث تركته على وجهه مما سبب اختناقه. تقول إنها متشككة فقط، الشك لا يثبت به شيء، لكن إذا كان يغلب على ظنها أو متيقنة أنها تركته على وجهه
هو مات بسبب ذلك فإنها تكون مفرطة، وبالتالي تجب عليها الكفارة كما ذكرنا، لأن هذا يعتبر من التسبب في قتله وهو من الخطأ. الله تعالى أوجب على من قتل مؤمنا خطأ الكفارة. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم سقي بعض المزروعات أو شجر الفواكه بمياه المجاري أجلكم الله. هذا محل خلاف بين العلماء، إذا كانت هذه المياه باقية على نجاستها وعلى حالتها فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن هذا يتكون منه ثمرة مغذاة من النجاسة فيتجنب مثل هذا. أما إذا كانت هذه المياه قد عولجت وذهب ما فيها من الخبث أو مرت في طبقات الأرض والتربة فزال عنها ما فيها من رائحة والطعم أو الطعم أو اللون النجاسة، يعني ذهب ما فيها من عروض النجاسة بسبب مرورها مع التربة أو بسبب معالجتها الأمور المعروفة وسقي فيها الزروع فلا بأس بذلك لزوال المحذور. إنما الخلاف فيما إذا كانت باقية في نجاستها وسقيت فيها الأشجار أو الزروع فهذا محل الخلاف بين أهل العلم، والأحوط والأولى تجنب أكل مثل هذه الثمار وهذه المنتوجات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة عندما يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الإمام للخطبة أو التأمين على بعض دعاء الإمام أثناء الخطبة، هل يؤثر ذلك على المصلي وهل يعتبر قد لغى في صلاته؟ نعم، مطلوب من الحاضرين أن ينصتوا لخطبة الجمعة وأن لا يتكلموا بشيء، لا بذكر ولا برد سلام ولا بأمر بمعروف ونهي عن منكر ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا ذكره صلى الله عليه وسلم ألا يتلفظوا، وإنما يصلوا ويسلموا عليه في أنفسهم بدون أن يتلفظوا، هذا في حال الخطبة. أما في حال الدعاء الخطبة الأخيرة إذا دعا الإمام فلا بأس أن يؤمنوا وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. إذا كان رجل أو امرأة من ذوي الأرحام يرفض رد السلام وأنا مستمر على تأدية السلام فهل يعتبر ذلك من قطيعة رحم؟ البداء بالسلام سنة ورد السلام واجب، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب ولا يجوز أن يترك رد السلام، الذي لا يرد السلام يعتبر عاصيا وتاركا لواجب عليه. جزاكم الله خيرا. زوج ابنتي هل هو محرم للزوجات الباقيات؟ ليس محرما لزوجاتك التي لسنا أمهات لهذه البنت التي تزوجت، فالزوج إنما تكون محرما له أو يكون محرما لأم زوجته بقوله تعالى وأمهات نسائكم، فأما بقية زوجات أبي البنت فلسنا محارم لزوج البنت لأنهن أجنبيات من نساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن بيحان رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين وضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول إذا كان لي مبلغ معين عند أحد الأشخاص واستمر هذا المبلغ لمدة 3 سنوات فتجب علي زكاته؟ نعم، الدين إذا كان في ذمة المدين وكان هذا المدين مليئا يعني قادرا على البذل وعلى الوفاء فإنه تجب زكاته كل سنة، كلما تم له حول فإنه يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه في حكم المال الذي بيده، إذا كان هذا الدين على ملي يعني على قادر على الوفاء عند الطلب غير مماطل وغير معسر. أما إذا كان هذا المال عند غير ملي لا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه لكونه المدين معسرا أو لكونه مماطلا ولا يقدر على أخذ حقه منه ولا يدري هل يأتي هذا الدين أو لا يأتي، فهذا لا تجب فيه زكاة على الصحيح إلا إذا قبضه، إذا قبضه فإنه تجب فيه الزكاة، أما ما قبل ذلك إنه لا زكاة فيه نظرا لأنه لا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يذهبون للحج وهم لا يعرفون أحكام الحج ولا يعرفون الفرق بين القران والتمتع والإفراد، فما هو توجيهكم للناس جزاكم الله خيرا؟ يجب على من يريد الحج أن يتعلم أحكامه، إما بالقراءة إن كان يحسن القراءة، أو بأن يسأل أهل العلم عما يفعله في الإحرام وفي المناسك، يسأل أهل العلم. وإذا رافق جماعة وحج معهم وفعل مثل أفعالهم فلا بأس بذلك، لأن هذا يعتبر من التعليم العملي، يعتبر من التعليم العملي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أعطى جزءا من زكاته لشخص واحد حيث هو مستحق وقريب له جدا، هل يعطيه مثلا ربع الزكاة ولو وصلت إلى 50,000؟ يعطي المحتاج بقدر حاجته ولو استغرق ذلك كل زكاته، فإذا كان هذا المحتاج يحتاج الزكاة كلها فإنه يعطيه إياها، أو يحتاج نصفها أو ربعها، يعطيه بقدر حاجته، المهم أنه يعطيه بقدر حاجته. جزاكم الله خيرا. كيف أصلي سنة الفجر إذا كنت متأخرا؟ نعم، يصلي راتبة الفجر قبلها ولو قام متأخرا، يصليها قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض أسفارهم واستيقظوا بعد طلوع الشمس، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا راتبة الفجر، ثم أمر توقيمة الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أسكن مع أناس لكنهم لا يستيقظون لصلاة الفجر إلا متأخرين، فبماذا توجهونني وإياهم جزاكم الله خيرا؟ الواجب الاستيقاظ لصلاة الفجر والصلاة مع الجماعة في المسجد وإجابة المؤذن للحضور في المسجد، والواجب عليك نحو هؤلاء أن توقظهم لصلاة الفجر، والواجب عليهم أن يقوموا وأن تذهبوا لصلاة الفجر مع المسلمين، هذا هو الواجب عليك. أما أن تبقى معهم وتسكت وتذهب أنت للصلاة وتتركهم فهذا لا يجوز لك، بل يجب عليك أمرهم بالصلاة وإيقاظهم بالصلاة، فإذا كانوا لا يمتثلون ولا يقومون وقد بذلت وسعك معهم ولم تجد ذلك فيهم فعليك أن تعتزلهم وأن لا تبقى معهم. جزاكم الله خيرا. المستمع سهيل ابن نهار عبد الله من حائل يسأل ويقول: إذا حضرت في رمضان والناس يصلون التراويح فهل أصلي معهم بنية الفرض أو لا؟ لا بأس بذلك، إذا حضرت قد فاتتك الصلاة وهم يصلون التراويح فلا بأس أن تدخل معهم بنية الفرض، فإذا سلم الإمام تقوم وتكمل صلاتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.